يا عمان يا بلادي ولا مثلك بلد، يا راسنا العالي ويا اغلى حضن. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونبدا اولى وقفاتنا لهذا المساء للحديث عن انجازات وطنيه بنكهه اقليميه، حيث حققت وزاره التربيه والتعليم ممثله في فريق السلطنه المشارك في مسابقه الشيخه فاديه الساعد الصباح العلميه العشرين للفتيات لعام 2019-2020 ميلاديا، والتي اقيمت عن بعد بدوله الكويت المركز الاول في مشروع مكافحه فطر لاسي دوبليديا المسبب لتصمغ الحمضيات مخبريا باستخدام المستخلصات النباتيه لمدرسه الدسر للتعليم الأساسي. وأيضا حققت المركز الأول في مشروع بديل آمن لمكافحة بعوضتي الأنفلس والزاعجة المصرية لمدرسة الغبرة للتعليم الأساسي. إذن إنجازين ومراكز أولى تحققانهما وزارة التربية والتعليم من خلال هذه المسابقة. نتعرف على تفاصيل هذا الإنجاز مع الأستاذ نبيل بن سيف الحبسي، أخصائي ابتكار علمي بدائرة الابتكار والأولمبياد العلمي بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا بك أستاذ نبيل، ونبارك لكم هذا الإنجاز. أهلا بكم، ونشكركم على إتاحة الفرصة للحديث حول هذا الإنجاز المبارك لطالبات السلطنة. ولو هذا واجبنا، وأيضا نرحب بالطالبة حبيبة بنت محمد الحنظلية صاحبة مشروع بديل آمن لمكافحة بعوضتي أنفلس والزاعجة المصرية. أهلا وسهلا بك حبيبة، وأيضا نبارك لك الفوز. أهلا وسهلا فيك، والله يبارك فيك، وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة التي تعرض لنا مشروعنا بإذن الله. طبعا ما تكون آخر الإنجازات. وأيضا نرحب بالصفاء بنت سالم الجلندانية صاحبة مشروع مكافحة فطر لاسي دوبليديا، وتنضم معنا عن طريق الاتصال المرئي. أهلا وسهلا بك صفاء. الصفاء هل تسمعيننا؟ أهلا وسهلا بك ونورتي. شكرا، شكرا لك صفاء للانضمام في هذه الدقائق للحديث أيضا عن مشروعك الحائز على المركز الأول. نعود لك أستاذ نبيل، وتحدثنا عن تفاصيل هذه المسابقة والفكرة التي ارتأيتم من خلالها للمشاركة في هذه المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم مرة أخرى على إتاحة الفرصة، ونشكر وزارة الإعلام على تسليط الضوء على إنجاز طالبات السلطنة بهذه المسابقة العلمية، مسابقة ابتكار الكويت أو مبادرة الشيخة فادي السعد الصباح العلمية العشرين لهذا العام. طبعا مسابقة ابتكار الكويت هي مسابقة تهدف لاكتساب الطالبات المبدعات المساهمات الشغوفات نحو البحث العلمي والابتكار. وهذه المسابقة ليست بمسابقة جديدة، هي تقام سنويا بين مختلف طالبات دول مجلس التعاون الخليجي، وبدأت من سنوات عديدة، ولله الحمد السلطنة لها يعني قدم السبق في احراز المراكز الأولى بهذه المسابقة. وهذا العام ولله الحمد احرزنا المركزين الأول في فئة المتوسطة، والأول كذلك في فئة المرحلة الثانوية. طبعا مسابقة ابتكار الكويت العلمية جاءت بهدف تشجيع الطالبات أو الفتيات على البحث العلمي وعلى الابتكار، على اكتساب مهارات العمل الجماعي ومهارات الاستكشاف والتقصي، بهدف تهيئة هذه الطالبات ليصبحن مساهمات في مختلف مجالات الحياة بدول مجلس التعاون الخليجي. جميل، أكيد هي فرصة لتبادل الخبرات، وأيضا فرصة لاستعراض هذه الأفكار لربما يتم تبنيها ويتم تطبيقها أيضا على أرض الواقع. أترك المسافة الآن أو المساحة لحبيبة اللي تحدثنا عن مشروعها الحائز أيضا على المركز الأول. حبيبة، ما هو مشروعك والفكرة منه؟ طبعا مشروعي اللي هو بديل آمن لمكافحة بعوضة الأنوفلس والبعوضة الزاعجة المصرية باستخدام نباتات من البيئة العمانية ومعزز بجهاز روز. طبعا فكرة المشروع اللي هي استبدال المبيدات الكيميائية الضارة المستخدمة لمكافحة هذه الأنواع من البعوض باستخدام مبيدات نباتية آمنة من أصول نبات عمانيات مثل الزعتر واللبان والريحان والزموتة، والحمد لله حصلنا على نتائج إيجابية فيها. جميل، وأيضا ننتقل للصفاء التي تشاركنا عن طريق الاتصال المرئي. الصفاء، ما هو مشروعك؟ حدثينا عن فكرة هذا المشروع. تمام أيوة فهمت. أيوة صفاء، نعم، لو تحدثينا عن فكرة مشروعك. يبدو أن الصوت يتأخر قليلا. مشروعنا هو بعنوان مكافحة فطر نعم
مشروعنا بعنوان مكافحة فطر الأسيد كلوديا المسبب للتسمق في أشجار الحمضيات في ولاية سمائل مخبريا باستخدام المستخلصات النباتية. كيف طبقتم هذا المشروع صفاء؟ أولا تم فكرة المشروع من خلال ملاحظتنا لإصابات عديدة في نبات الصفرقل في منطقتنا، فكان العرض المشترك وجود التسمق، فبدأنا بالبحث عن السبب الرئيسي. نعم جميل. طيب نعود لك أستاذ نبيل، وهي أيضا ملاحظة لصفاء. صفاء، بما أنك تشاركين عن طريق الاتصال المرئي، لو تخفض صوت التلفاز وتسمعينا من الهاتف مباشرة، لأنه يبدو أن هناك تأخر في الصوت للوصول. سنعود لك بعد قليل للحديث أيضا عن تفاصيل هذا المشروع وتفاصيل مشاركتك، ولكن أيضا نعود لسؤال الأستاذ نبيل عن معايير اختياركم للمشاريع التي تمثل السلطنة في مثل هذه المسابقات الخارجية وتحديدا هذه المسابقة. بطبيعة الحال وزارة التربية والتعليم تولي اهتمام كبير في مجالات الابتكار والبحث العلمي والأولمبيات العلمية، ممثلا بدائرة الابتكار والأولمبيات العلمية، وبتوجيهات من معالي الوزيرة الموقرة بالاهتمام بهذا نوعية من المسابقات العلمية. وزارة التربية والتعليم تطبق العديد من البرامج على المستوى الوطني فيما يتعلق بالابتكار والبحث العلمي، فيما يتعلق بمسابقات الأولمبيات العلمية في مجالات العلوم والرياضيات وغيرها، وأيضا بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والخاصة بداخل السلطنة وخارج السلطنة من خلال برامج تنمية القدرات لطلبتنا. هناك العديد من البرامج التي تنفذها وزارة التربية والتعليم بحيث أن نكسب بعض المهارات الأساسية للناشئة، سواء كان في مراحل الحلقة الأولى أو الحلقة الثانية، هو التعليم 11 و12، ومن ثم يتم مشاركة صفوة هؤلاء الطلبة والطالبات في مختلف المسابقات العلمية، سواء كان على المستوى الإقليمي أو على المستوى العالمي. طبعا مسابقة ابتكار الكويت مثل ما ذكرت سابقا السلطنة لها مشاركات سابقة وأيضا لها إنجازات بهذه المسابقة سنويا، ولله الحمد بفضل الجهود التي تبذلها الوزارة، سواء كان من فريق المركز بديوان الوزارة وأيضا بالفرق المحلية موجودة في المحافظات التعليمية وإدارات المدارس والمشرفين والمشرفات. مسابقة ابتكار الكويت العلمية نحن عادة نطبقها في بداية العام الدراسي، وننشر الإعلان بهذه المسابقة من خلال نشرة عن معايير اختيار الابتكارات والشروط والضوابط للطالبات، كون هذه المسابقة خاصة للفتيات. فيتم تسجيل عبر الرابط الإلكتروني والترشح لهذه المسابقة عبر طرح الأفكار العلمية لابتكارات الطالبات. بعد ذلك يتم عملية الفرز لهذه الأفكار من خلال فريق مختص من داخل الوزارة وخارج الوزارة. بعد ذلك يتم تقييم هؤلاء الابتكارات ويتم ترشيح عدد منها 2، سواء للمرحلة 1 للمرحلة المتوسطة وآخر للمرحلة الثانوية. بعد ذلك أيضا الوزارة تبذل جهد حقيقة من خلال متابعة هذه المشاريع وتطويرها وصقل قدرات الطالبات في هذه الجوانب، سواء كان في مهارات البحث العلمي، في التجريب، أيضا التعاون مع مراكز أخرى، سواء كان في مختبرات على سبيل المثال في الجامعات الحكومية أو الجامعات الخاصة أو مراكز الإبحاث، حتى نضمن اكتساب المهارات الأساسية للطالبات في هذه المسابقة والمتابعة أول بأول. جميل. طبعا هذه السنة واجهنا تحدي نوعا ما حقيقة. سأعود لك أستاذ نبيل على التحدي، هي طبعا نقطة جدا مهمة للحديث عنها في ظل جائحة كورونا، ولكن أيضا سأنتقل إلى حبيبة لمشاركتها وحديثها أيضا عن ماذا أضافت لها هذه المسابقة من مشاركة خارجية واحتكاك بالمتسابقين الآخرين أو المتسابقات، كونها هذه المسابقة خاصة للفتيات، وأيضا من تبادل خبرات. طبعا أكيد بالتأكيد أضافت لي هذه المسابقة شيء جدا كبير بالنسبة لي. طبعا عززت لي الثقة بنفسي، علمتني أنني كيف أقدر أسوي تجارب علمية وكيف أعرضها، كذلك تواصل مع صديقاتي وزميلاتي المبتكرات في المشاريع الثانية، كذلك وسعت مداركي حول مفاهيم الابتكار وكذلك البحث العلمي.
جميل، من وقف معك في هذا المسابقة؟ أكيد وقف معي أول شيء الله سبحانه وتعالى أوجه له الشكر، كذلك وزارة التربية والتعليم ممثلة بداية الابتكار والأولمبيات العلمية ومديرية شمال شرقية. طبعا ما أنسى الشكر للأستاذة الملهمة والمبدعة أستاذة أصيلة السباعي وزميلاتي المبتكرات لمياء الحنظلي ومروة الحنظلي. طبعا والشكر كبير لوالديني اللي وقفوا معي، أهلي أخواني وأخواتي، ما أحب أذكر أحد عشان ما أنساهم، وصديقاتي وكل من كان يعني يدعي لي ويشجعني ويحفزني أن أوصل إلى مراتب فوق. جميل جميل، إن شاء الله ما تكون المحطة الأخيرة، بل هناك أيضا فرص لتقديم الأكثر. أيضا نحن ننتقل إلى الصفاء، وأيضا تحدثنا عن الإضافة اللي أضافتها لهذه المسابقة. صفاء، إيش استفدتي من هذه المسابقة، وكيف كان أيضا احتكاكك مع المشاركات وأيضا تبادل الخبرات فيما بينكم، وأيضا من هم الداعمين الأساسيين لك في هذه المسابقة؟ إن هذه المسابقة لمبادرة عظيمة من الشيخة فادية سعد لعبد الله الصباح، وأيضا هي مسابقة علمية تكتسي أهمية بالغة في إعداد جيل من الطالبات الموهوبات والفائقات في المجالات العلمية، وأيضا تنمي القدرة على حل مشكلات من الواقع وإيجاد حلول لهن بطريقة مبتكرة. جميل، كل التوفيق لك أيضا. أنت يا صفاء بنت سالم الجلندانية صاحبة مشروع مكافحة فطر لاسيد وبليديا، نتمنى لك كل التوفيق، وأيضا كل التوفيق للطالبة حبيبة بنت محمد الحنظلية صاحبة مشروع بديل آمن لمكافحة بعوضتي أنفوليس والزاعجة المصرية، وأيضا كل الشكر والتوفيق لكم الأستاذ نبيل بن سيف الحبسي أخصائي ابتكار علمي بدائرة الابتكار والأولمبياد العلمي بوزارة التربية والتعليم، ودائما ما تقدمون الدعم لهذه الفئة التي أيضا بالفعل تحتاج إلى التمكين والفرص لإظهار أفكارها في هذه المسابقات الخارجية. كل الشكر لكم. شكرا لكم على إتاحة الفرصة، بارك الله. إذن مشاهدينا بعد الفاصل نواصل معكم في برنامج من عمان، تابعونا.